ذوي الشهداء، والدي شهيد. قدمت على الفصل السياسي من 2012. طلع الاستحداث مالي بال 21 على المؤسسه نفسها، ولحد الان ما مباشر. مع العلم احنا خمس خوان ما حصلنا كل شيء. واحنا والدنا شهيد. نظام بايت. جاي من ميسان؟ اي والله. من البارحه جاي. اي والله العظيم. بايتين هنا؟ بايت بالامام الكاظم وجيت هنا على مود المراهنة. وهسه في حال؟ مو بس هالمره، انا اكثر من وايد مره ثانيه، بس احنا الطلبات هنا بالوزاره الماليه، يعني هنا الاعاقه من الوزاره. الاستحداث احنا كامل بس تخصيص مالي خاطر مباشر بدوائرنا، ومن عندنا متقاعدين هم نفس الحاله مظلوميتهم، وما يصير الشكل احنا ناس ضحينا وتاذينا، يعني هاي مجازاتنا، هاي مجازات الدماء اللي اعطيناها، وما يصير الشكل احنا بذاك النظام تاذينا، وهسه هذا النظام انقص واخس. والله ايش اقول لك يا اخي، بعد يسمعونا المسؤولين خلي يشوفونا صوره حل، وما يصير الشكل. احنا عمرنا تجاوزت ال 50، بس انا حاشيك مالي 70، انا حاشيك مالي 70، وعندي معوض، وعندي ما عندي بيت ايجار، كفيلك الله ورسوله، ووالدي شهيد نظام بائد، يعني ما يصير الشكل.